يعطيكم العافية أخواني جميعاً. إحنا طبعاً اليوم موجودين مع مصنع إكس بي الفرنسي، وهو يعتبر من أفضل المصانع على مستوى العالم، والمصنع بيحتوي على أفضل المنتجات اللي ما إلها أي مثيل في السوق نهائياً. طبعاً من أهم المنتجات الخاصة بمصنع إكس بي اللي هي ديوس أند ديوستو أند جهاز الأوريكس، وعندهم الأفضل جهاز والأعمق اللي موجود حالياً هو جهاز الإكستريم هنتر. طبعاً إحنا حابين نتشكر كل الفريق الخاص أو الطاقم الخاص بالمصنع الإكس بي، منهم مستر بولكان وأيضاً مستر فيليب مدير المبيعات في مصنع الإكس بي. إحنا بنتشكرهم على الدعم الكبير اللي قدمونا إياه، وأيضاً الثقة اللي منحونا إياها. بالإضافة عندنا خدمة التوصيل لجميع أنحاء الشرق الأوسط، منها السعودية وأيضاً الأردن وسلطنة عمان وقطر إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط. طبعاً الآن راح نستعرض أيضاً المنتجات بهذا الفيديو، تابعوا معنا الفيديو للنهاية لحتى نستعرض أهم المنتجات. طبعاً أهم المنتجات اللي موجودة الآن في مصنع إكس بي، بداية عندنا الديوس دبليو إس ماستر. الديوس دبليو إس ماستر بيركب عليه جميع الأقراص، منها القرص مقاس 9، وعندنا قرص مقاس 11، والقرص الأخير اللي هو مقاس 13 ب11 بتقنية الـ FMF. الديوس 2 بيشتغل على الوحدة الرئيسية الصغيرة، هذه الوحدة الرئيسية بإمكاننا أنه نركبها على سماعات الرأس، اللي هي ممكن نركبها على السماعة، وبالإضافة ممكن نركبها على الساعة، بحيث أنه تصير الوحدة الرئيسية تلبس بيدينا مثل الساعة، أو نقدر نركبها على السماعات، أو نقدر نركبها على الجهاز بشكل مباشر. هذا الجهاز الأول. الأجهزة الأخرى اللي موجودة عندهم مثل جهاز عندنا جهاز الديوستو. الجهاز ديوستو وهو يعتبر من أهم الأجهزة الصوتية اللي موجودة الآن في السوق. جهاز إخواني ما له أي مثيل نهائياً. بيشتغل على 12 نظام من أنظمة كشف المعادن، ومن أهم الأنظمة جهاز بيتميز بسرعة الاكتشاف، بخفة الوزن، بسهولة الاستخدام. البرنامج الموجود في الجهاز بإمكانك تتحكم بالجهاز بأي طريقة كانت. ال 12 نظام بيتيحوا لجميع المستخدمين انهم يستخدموا الجهاز بالطريقة وبالمكان وبالتضاريس اللي هم موجودين فيها. جهاز الديوستو بصراحة هو من افضل الاجهزة الصوتية للاشخاص اللي بيبحثوا عن الاجهزة الصوتية، اللي بيبحثوا عن العملات والقطع الصغيرة ولأعماق كبيرة. فأنا بنصحهم نصيحة تامة بجهاز الديوستو، لا يمكن انك تقارنه بأي جهاز اخر. الديوس 2 هو أفضل جهاز على مستوى العالم. طبعاً الأقراص اللي ممكن تركبها عليه أيضاً بإمكانك تركب عليه قرص 9، قرص 11، والقرص مقاس 13 ب11. طبعاً كل ما كبر من حجم القرص كل ما الجهاز وصل لعمق أكثر. طبعاً مصنع إكس بي بيتميز، وهذا التميز اللي حقق نجاح كبير للمصنع، بتقنية بروتوكول الراديو، وبينفرد بهذه التقنية. طبعا بإمكانك ما في داعي توصل كابل بين القرص والشاشة، هو بيشتغل عن طريق الإرسال بتقنية البروتوكول الراديو. بإمكانك ربط مع الوحدة الرئيسية، بتقدر تربط معها السماعات، بتقدر تربط معها أيضا البين بوينتر، كلهم بنفس الوقت وبيعطي نتيجة بنفس اللحظة وبدون أي تأخير. هذا كله بفضل تقنية بروتوكول الراديو، واللي حاصلين عليه مصنع الإكس بي على براءة اختراع. طبعا هذا الجهاز الديوستو، وفي باقي الاكسسوارات عندنا السماعات الصغيرة، هذه كلها أحجام من السماعات. وأيضا مصنع إكس بي متوفر عندهم اللي هو البين بوينتر، عندهم البوينتر القديم الـ MI4 وعندهم الـ MI6، وهو يعتبر من أفضل البوينترات على مستوى العالم. هذا البوينتر بإمكانك تتحكم بمستوى حساسية الجهاز، وبعد التجارب اللي احنا قمناها على الأجهزة وأيضا على البوينتر، خاصة البوينتر تبين لنا أنه هو أعمق بوينتر، وبإمكانك ربط البوينتر أيضا مع الوحدة الرئيسية والتحكم أيضا بمستوى الحساسية، ترفع بمستوى الحساسية وتخفض من مستوى الحساسية أيا كان.
طبعا سهل الاستخدام، الماتيريال او الكواليتي الخاص بالبن بوينتر صلب جدا وما ممكن انه يتكسر، وبيشتغل على نظام الشاحن بامكانك تشحنه عن طريق الكهرباء. هذه من اهم المنتجات. وطبعا لا ننسى الجهاز رقم واحد والاعمق ايضا في باطن الارض، جهاز الاكستريم هانتر. طبعا جهاز الاكستريم هانتر اخواني للمعلومه، وهذا الكلام انا شخص راح اكون مسؤول عنه وتابعوا هذا الفيديو وراح اكون مسؤول عن الكلام اللي بقول لكم اياه. جهاز الاكستريم هانتر هو الجهاز الاعمق بمستوى العالم بانظمه البحث الصوتي، لا يمكن لاي جهاز اخر موجود بالسوق بيعطي بهذا العمق. الجهاز بيوصل لعمق 5 متر. مصنع اكس بي بيقدم ضمان لمده 5 سنوات، بالاضافه ايضا الى خدمه صيانه لمده 10 سنوات. الجهاز يعتبر من افضل الاجهزه من حيث العمق، الحساسيه، الاستقرار في البحث، التمييز بين الاهداف وتحديد احجام الاهداف في باطن الارض. جهاز الاكستريم هانتر هو من افضل الأجهزة على مستوى العالم. جهاز بيتميز بخفة الوزن، طبعا لا تشوفوا هذا الحجم انه هو كبير يعني ثقيل، لا بالعكس هو خفيف الوزن جدا، الجهاز جدا خفيف، ما في اي ثقل موجود بالجهاز. والديزاين الخاص بالجهاز او الشكل الخاص بالجهاز بيعطي للمستخدم اريحيه في الاستخدام، ما ممكن انه تتعب ايدك في الاستخدام وانت حامل الجهاز، بالعكس ممكن تحمله لفترات طويله جدا وتمشي لمسافات كثيرة. جهاز الاكستريم هانتر بيتكون من القرص الخاص فيه اللي هو المرسل والمستقبل طبعا، وبيوصل لعمق 5 متر، والمصنع مثل ما خبرناكم بيقدم كفالة لمدة 5 سنوات. البرنامج الخاص بالجهاز سهل الاستخدام، طبعا هو بيركب عليه شاشة الديوستو تمام، وبإمكانك حتى اذا في حال اذا كان معك جهاز للديوستو بامكانك ربط الجهاز ايضا على نفس الوحده الرئيسيه، بامكانك ربط البوينتر ايضا على نفس الوحده الرئيسيه. المصنع اكس بي هو عباره عن منظومه كامله متناسقه مع بعضها في جميع الاكسسوارات. الجهاز كله كامل بيكون بيجي بهذه الحقيبه تمام، وشركتنا هي اللي راح تكون الوكيله الحصريه للجهاز في الشرق الاوسط، وبإمكانكم أنكم تطلبوا الجهاز أي وقت وراح تحصلوا على أفضل الأسعار. وأيضا للأشخاص اللي بيبحثوا عن الذهب الخام، وخاصة للأشخاص اللي موجودين بأفريقيا أو في السعودية أو في اليمن، اللي بيبحثوا عن الشذرات الصغيرة والقطع الصغيرة من الذهب الخام، مصنع إكس بي وفر لنا جهاز الأوركس. ايضا بيشتغل بتقنيه بروتوكول الراديو، ما في داعي لتوصيل الكابل بين القرص والوحده الرئيسيه. طبعا عندهم افضل قرص للذهب الخام، قرص الاوبتيكال. هذا القرص بيشتغل على ترددات 81 كيلو هرتز، اعلى تردد ممكن تستخدمه في كشف الذهب الخام. الحساسيه اللي موجوده في الاوركس في اكتشاف القطع الصغيره مو موجودة بأي جهاز ثاني. بإمكانك تشتري جهاز الأوركس وتعمل تجربة مع أي جهاز آخر، ما ممكن راح تلاقي حساسية كعمق، كدقة في الاكتشاف، كاستقرار في البحث مثل ما راح تشوف بجهاز الأوركس. وأيضا هو بيشتغل بتقنية بروتوكول الراديو مثل ما خبرناكم، بإمكانكم الوحدة الرئيسية تفصلوها عن القرص، بإمكانك تحملها وتبدأ تشتغل بالجهاز بهذه الطريقة، وبإمكانك أنك توصلها على المقبض بكل سهولة بدون أي مشكلة. طبعا في لوك خاص فيها بإمكانك تركبها بسهولة، والجهاز خفيف الوزن. طبعا باقي الأقراص ممكن تركبها، عندك القرص الحجم الصغير وعندك القرص الحجم الكبير، بس طبعا للذهب الخام يفضل أنك تركب القرص الحجم الصغير لأنه الفركوانسي أو التردات فيه عالية جدا تمام. وفي اقراص ثانيه، بس هذه الاقراص بتركب على الجهاز الديوس القديم اللي هو جهاز من مصنع اكس بي. وايضا متوفر جميع انواع السماعات بكل الاحجام، بالاضافه الى البوينترات اللي هي MI4 والMI6. طبعا في اكسسوارات اخرى موجوده بمصنع اكس بي، في عندنا مثل هذا الشنطه اللي ممكن تربط على الخصر بحيث اي شيء ممكن تكتشفه، اي اشياء ممكن محتاجه ممكن تخليها دائما
على الجنب، وأيضا عندهم الحقيبة الخاصة بمصنع اكس بي، بإمكانك تحط الجهاز كامل وترتبه بهذه الحقيبة، هذه الأنواع الخاصة فيها. طبعا الديوستو هذا بإمكانك الغطس في المي لعمق 20 متر، الجهاز بيتحمل ضغط تحت المياه لعمق 20 متر، وهذا الشيء مميز جدا بجهاز الاكس بي. أما باقي الاكسسوارات للأشخاص اللي عندهم الذهب الخام واللي بيشتغلوا بنظام التصفية، هذه الأطباق أو القطع أو الاكسسوارات الخاصة بالتصفية للذهب الخام، مثل ما نشوف عندنا هذه الأشكال، وبالإضافة عندنا لهذه القطعة بإمكانه أنه عن طريق المياه أو في الأنهار بإمكانك تصفي الذهب الخام اللي موجود في الأنهار أو أي كان. هذه كلها اكسسوارات الخاصة بمصنع اكس بي. المصنع متوفر عنده جميع الفئات وجميع الاكسسوارات، ومن افضلها، ولا منافس نهائيا لهذا البراند بالسوق نهائيا. واخواني، اذا ما جربت الجهاز لا تحكم عليه، بعد ممكن ما تشوفوا الفيديو وتقولوا جهاز ثاني هذا افضل وهذا افضل، لا، بس تجرب الجهاز، بس تجرب مصنع اكس بي بالجهاز الصحيح وتشتغل عليه، راح تعرف معنى كلامي اللي انا الان قاعد بقوله بالفيديو. وانا صورت هذا الفيديو لحتى اوضح الفكره هذه لجميع المستخدمين او المنقبين اللي موجودين حاليا وبيبحثوا عن الجهاز الافضل، واللي عندهم مشاكل بالبراندات الثانيه. طبعا وبالنهايه بنعيد وبنكرر شكرنا للطاقم الخاص بالمصنع مستر فولكان والمدير المبيعات مستر فيليب. شكرا مستر فولكان. ان شاء الله راح تشوفوا لقدام منتجات ممتازه وافضل وافضل، وهو المصنع يعتبر الافضل على مستوى العالم، وانا بنصحكم فيه. وبعد زيارتي للمصنع والتجارب اللي قمت فيها بصراحه تاكدت انه هو عن جد افضل مصنع وافضل اجهزه ممكن الناس تشتغل عليها. شكرا لمتابعه الفيديو، حياكم الله.